في هذه النسخة إن يصل إلى أدوار متقدمة، وهذا إنذار مبكر لكل الفرق المشاركة حقيقة من الاتفاقيين بين الأمور في هذه البطولة راح يضيف له هو فريق الاتفاقي كثير الأمور الفنية وكرة ملعوبة الآن لفهد العنزي بيلعب له كرة بينية أرضية، هذه فرصة جول جول روجيريو، جول روجيريو، أول هدف للفريق الكويتاوي عن طريق ايضا روجيريو في الدقيقة 40 من زمن شوط المباراة الثاني، سجل التمريرة البينية تأتي من فهد العنيزي، مرر على طول الى روجيريو الذي تحرك قبل التمريرة وبالتالي وجد نفسه في مواجهة حارس المرمى ومر وسجل هدف الوحيد، هذا الهدف الوحيد لحد الان بالنسبة للعميد، 4 للاتفاق هدف.